مساء النور. السلام عليكم. انا اليوم غادي نعطيكم وصفات زوينه وزوينه زوينه في هذا البرد. وصفات رائعه واكثر من رائعه، ونعطيها لكم ان شاء الله في هذا البرد. تبعوا غير الاشياء اللي كنقول دابا، وخصكم تقولوا على هذه هي دواء البرد للوضوء ان شاء الله، سميتها الصلاح. هاي انا بغيتكم تقربوا منكم مزيان تشوفوها. ها هي، غتمشي عند العطار غتقولي له الصلاحه. هاي هذه هي الدواء ديال البروده. ولكن بالنسبه للشيح، الشيح اللي غادي نعطيكم الشيح شنو فاش مزيان في القريص، راه كيحيد الميكروب الشيح. حنا راه كنبخروه في هذه الازمه ديال هذه لا مالادي دو كورونا، كنبخروه كنديروه كنديروه تتحاولي تحليه وديري منه واحد العريشات وتبخري به الدار. الشيح راه كنبخروه. ودابا هاد الوصفه هادي كديري قشور الرمان وكديري الصلاحه وكتحاولي ديري الشيح. غادي ديري شي عويدات اللي هما ماشي بزاف، ماشي تسمعي الشيح وديري مثلا هادي كلها، لا هذا يترو هادي، حيت هادشي راه غيتزاد له الماء. وغادي تبقاي ان شاء الله حمراه ديري في واحد القرعه وديري عندك شي بلاصه مطرفه في الدوش، وقت ما بغيتي ان شاء الله توضي في هاد الباب. هادي راه حاجه مزيانه ها هو، وكديري شويه ديال الشيح. وانا دائما كنمشي ندير تلبات، كتجيب هادشي بجميع الاعشاب، الشيح العرعر هذا الزعتر اي حاجه كنجيبها غير هكا في الحزامي، وكيبقاو عندي كنحافظ عليهم فين ما كنبغي ندير شي دواء كنديرهم. دابا غادي نوريكم بزاف اليوم ديال الحاجات اللي هما زوينين وكيصلحوا لكم هاد البروده. الحريره سبق لي شاركتها معكم، مغاش نصدعكم بها، راه صافي حيت هاد البرد انا عاطيها مره هكا كندير الحريره. دابا غنهز هادي باش ما تحرقنيش. كتجيو ديما ديري الكمامه لاي حاجه غتصاوبيها. هادي النصيحه اللي غادي نعطيك، هانتي قشور الرمان هانتي وفيهم هاد الصلاحه وفيهم شويه ديال سميتو ديال الشيح، لان الشيح راه صحي ومزيان. هذا هو الماء اللي غادي تخويه في واحد القرعه ان شاء الله، ويكون دواء هذه الازمه ديال البرد بلا دوك بزاف تتغسلي. واصلا انا كنصح بهذاك الصابون ديال الريحه وداك الشيء، لا غتغسلي غتغسلي بصابون الحجره، وغادي توضي بهذا الماء يكون دافي. غتاخذي من تشوف واحد شويه الماء، ولا تسخني مقيرج ديال الماء دافي وتخويه في شي حاجه، وديري واحد شويه من هذا وتوضي ان شاء الله فهاد البرد. هاني صوبت لكم هاد الوصفه، راهي اكثر من رائعه. نجيو هنا الدواء الشعر اللي حطيت كله مع هاد الايامات، تبارك الله الرمان موجود، غتشدي جميع القشور اللي غيبقاو لك في هاد، راه صافي راه الرمان الا سالا كتبقاي مستافده على الاقل من القشور ديالو في بزاف ديال الحاجات. هذا كنعطيه كتشدي كتغسليه مزيان وكديريه في الشميشه حتى يبس يكون مغسول، وكتديه للعطار هو اللي عنده الماكينه اللي كتصلح، لان الا درتيه انت في الماكينه ديال الدار واخا تكون عندك احسن روبوريكس راه ما يمكنش ماكينه اللي كطحن، ما يمكنش طحن هذا الرمان. هذا كيمشي كيطحن عند العطار ملي كيكون مغسول، وهذا وكتيبسيه في الشمس. هانتي كتشوفي كيتقرمش، خاصو هذا خاصو يقشر الرمان، خاصهم يطحنوه عند العطار. كتدي كيديرو في الماكينه الكبيره وكتقسميه على ثلاثه، واحد النصف ديالو كديري في القرعه ديال الدجاج. انا كنصح بالاي انسانه كتبغي تستعمل شي حاجه صحيه الادواء الاعشاب تبقى تجمع القراعي ديال مطيشات الحب، ما خالك شي حاجه احسن منهم، كتعقمهم بشويه الخل وكتجمعهم عندها في شي بلاكار، وكتبقى دير فيهم الادويه اللي كتكال. اي حاجه كتكال خصك ديريها في الدجاج، لا ما ديريهاش في البلاستيك. انا كنقولها وكنعاودها، ما ديريش الاعشاب في البلاستيك، ديري في الدجاج. الرمان وقشور الرمان مزيانين في المعده، كتمني كطحني داك الرمان كتخلي منه واحد الجزء قد اللي بغيتي للناس اللي عندهم المعده، بحالنا حنا دابا اللي كنستعملو. كتاخذي كديري في الحريره، ملي كتحطي الحريره ديالك كتاخذي جوج معالق ديال قشور الرمان مطحونين وكديرهم في الحسوه ديالك، انا كطيبي الحسوه اللي بغيتي طيبيها، المهم قشور الرمان راهم كيداروا للمعده.
وهاد القشور اللي غادي يبقاو ان شاء الله غادي نديروهم للشعر مع السلميه مع 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 الصريع مع الورد مع الخزامه مع القرنفل مع غنديرهم الشعر داكشي اللي غادي يبقى مطحون غادي نخلطوا هذوك الاعشاب وغادي نزيدوا عليهم هذاك وكنديروا في قرعه ديال الدجاج وكتخليه عندك فين ما بغيتي ديري البيخه لشعرك كديري شويه منه مع شويه ديال الحنه نجيو لهنا لاحسن وصفه وهي الزريعه ديال الفلفله الحاره وتشريها كاع تشريها عند العطار يعطيها لك قول له عطيني زريعه الفلفله يعطيك زريعه الفلفله وكتطبق بيه الثومه بالفرشيط وكديري الثومه وكديري البصله وكديري الخل وكتخليه واحد المده اللي هي ماشي قصيره هذه الزريعه ديال الفلفله والثومه وهذا غادي يعطي باقي هاد القشور البصله اي بصله كنتي كطيبي شديها شي وحده بحال هذه وجمعي فيها القشور ديال البصله هذه الخلطه اللي كتشقي بها شعرك ملي تبغي ديري الحنه صدقيني الروز والقشور ديال البصله والثومه والزريعه راه هما دواء الشعر وهاد الترقيضه اللي كندير انا لا عاد كاينو كنرقدو الزيت كنرقدو فيه الحديده الزرقاء وتقيو وديري هذا الحرمل وديري الزيت وديري عاوتاني شويه ديال الثومه وتحاولي ترقديه واحد المده طويله وشي حبات ديال القرنفل وشويه ديال الصانوج وكترقدي هذيك عاوتاني ترقديها في الزيت ديري بحال مثلا هنا ديري الحرمل هنا هاكا لتحت وديري الحبه السوداء بحال هكا توصل هنا وتعمري عليه غير بالزيت العاديه وتخلي هذاك الحرمل يخدم ومع جميع هذا وتبقي تشقي به شعرك الحرمل حتى هو مزيان والصانوج مزيان والثومه راه هي دواء الشعر اي وصفه درتيها تقبي شي جوج ثومات ولا ثلاثه وديرهم في الوصفه ديالك وخليها على المدى الطويل ديريها في شي بلاكار اللي تكون ما داخلهاش الشمس وخليها تما واحد المده وتبقي تشقي بها شعرك وراك كنصح بزريعه الفلفله سواء الحلوه سواء الحاره زريعه الفلفله راه مزيانه للشعر نجيو لهنا نهضروا على ها هما دوك الوصفات الشعر اللي كنا قلنا ها هي الزوايا ها الحبه السوداء ها هو كلشي مكتوب هنا حب الرشاد كلشي الحبه السوداء العرعر الزوايا الزوايا هي اللي كتحمر شويه الشعر وكترطبو هي الملين ديال الشعر هذا عاوتاني حتى هو مطحون فين ما كتبغي كتشدي هذا القرنفل كطحني منه القدر اللي بغيتي وكتخلطيه مع هذه الوصفه وكديريه للشعر وكتشقي شعرك باي نوع ديال الزيت كنتي مصاوبه رقدي به شعرك نجيو لهنا لهذا ها هو علاج الارجل يعني هذه الملحه هذه ها هي هذه الملحه هذه كديريها ها هي بحال الحجره ها هي شفتوها بحال اش دايره كتمشي تاخديها ملي سوبر ماركت خنشه فيها كيلو ها هي تبارك الله خنشه راه كتشريها من مرجان من اي بلاصه بغيتي تشريها منها تشريها من. كديري منها واحد القدر في خل ديال التفاح وكديري الماء سخون وكتكمدي فيه رجليك ولكن يكونوا نقيين دابا الوصفات ديال الرجلين انا غنحطهم حتى هما ولكن هذه صدقوني هذه هي الوحده مسكينه اللي كتكون كتشقى ولا واقفه على مسمن ولا واقفه نهار كامل وهي في تماره وكتجي تبغي للدار ترتاح هتشدي بانيو صغير وغادي ديري هاد الملحه هادي مع الخل ديال التفاح ولا شدي غير شي طريفات الحامض لوحيهم وشويه طريفات الليمون لوحيهم ما كيهمش المهم اهم حاجه هي هاد الملحه هادي راه تخدم الرجل مزيان وكتعطي واحد الارتياح للاعصاب ديال الرجل راه كلشي هادشي اللي كديري القدم ديالك راه كيمشي مع الجسم كامل وسبق لي قلت لكم تومور سبق لي وقلت لكم راه عطوا التمر للدراري تومور 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 تمر تمر عطوا التمر للدراري راه صحي سواء نديروهم لهم في وصفات كما داك النهار درت وصفات على الدراري اللي ما كياكلوش اللي عندهم فقدان الشهيه راني عطيت وصفات للاطفال وطبيعه الحال ما غنقدرش نتكلم لكم على الفائده ديال الملحه الحيه الملحه الحيه ما نقدرش نذكر لكم لانها الملحه الحيه هي دواء وكل داء مزيانه في العين مزيانه في كيطيبوا بها الناس كتغسلي بها فسميتو مع العرعر يعني الملحه الحيه بلا ما تبقاي تمشي تخسري الفلوس وتبقاي تقلبي عند العطاره وتبقاي غتشدي الملحه الحيه وغتشدي اوراق السدر كتشدي الملحه الحيه وكتشدي اوراق السدر هما هادو وكتشدي طبعا طبيعه الحال
كنشدي واحد القنطار ديال العرعر او تقد او شدي العرعر كاع انت شدي عند مول العطار العرعر ها هو تشدي العرعر وديري قبطه ولا نص قبطه اللي بغيتي ولا تشديه العرعر جيبيه من عند العطار ديريك ديريه هنايا وديري واحد النسبه ديال الملح الحيه وكديري اوراق السدر ها هو ما باينين في القرعه وكدوشي به الدراري وراسك وتغسلي به الدار وهذا هو الدواء الفعال على شي حاجه سبحان الله العظيم عندك شي محل كتبيعي وتشري عندك شي بلاصه كتبيعي فيها وتشري عندك شي بلاصه كتدخلك انت براسك كتكوني جالسه وكتقولي واقيلا ما كنبيعش راه واقيلا كاينين الناس خواو عليا شي حاجه داكشي كيكون عندنا حنا هاد البلاد كلشي ممكن ولكن صدقيني ملي كتولي تستعملي الملحه وما وحتى الا كانت الشتاء راه الشتاء كتحيد كلشي كتحيد كلشي الباس اللي عندنا كتحيدو لنا الامطار وفي حال ما كانتش عندنا الامطار كديري الملحه الحيه وراه هذه هي الدواء ديال الدار والدواء ديالك انت في الجسم ديالك والدواء ديال كلشي هي الملحه الحيه. وسمحوا لي اليوم حبيت نشارك معكم بعدا غير هذا الشيء اللي موجود دابا حنا في الويكاند عاد كان في سلسله الحد هكا عاد كنقدر نستافدوا بعدا نتوما من شي حاجه كما كان الحال. ومن بعد غادي نديروا وصفات على المعده على المصران على غسل الاستوما يعني الاسهال باش ديري التجريه باش تولي تغسلي المعده ديالك غادي نديروا يعني وصفات اللي هي صحيه ومجربه ما يمكن ليناش نديروا شي حاجه اللي ما جربنا انا هادشي كامل كنستعملو وكنديرو لراسي وكنستعملو داكشي علاش انا كنحب الناس الاخرى تستافد منه ان شاء الله وقريب ان شاء الله بعد ما نسالي الدواء ديالي ان شاء الله في راس العام غادي نجلسوا وغادي نهضروا تسولوني ونسولكم واللي بغى شي حاجه ان شاء الله يلقاها ونرجو من الله السلامه والعافيه والله يقلع لنا هذا الباس وهذا الوباء ويرجع لينا صحيحتنا والله يشفي كل مريض والله يعطيكم صحيحتكم ولوليداتكم والله يشفي كل مريض كل مريض في هذه الدنيا كامله الله يشفيه والله يعطيكم الصحه والله يعطيكم صحيحتكم وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم.